اسم ايش؟ اسماء اهل بدر. ولا باسم اهل بدر ولا بالصحابه، هو الان يتوجه الى الله، ادعوني استجب لكم، يقول ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. اي ما اساس الرقيه؟ اساس الرقيه توجه الى الله، هي في الدعاء، فلا يجوز فيها شيء من الشركيات، ولا يجوز ان يكون في شيء من الاستعانه بغير الله سبحانه وتعالى، وانما يتوجه الى الله، يعينه الله بما شاء من جنود، ولله جنود السماوات والارض، لكن توجهه قلبه متوجه الى الله.